مدينة حسن الشيخ محمود وطوس وفرق لي باريتانكا وركي غرحيدا هاي كان هاي حندام كما تحتويدا صوماليا وحديس وقد بنت وناس راكي سرسراء ولقود الدي هاي يمدقنا صوماليا وسوين وقعروا دي باريتان نتيجة الآن ويوسو قد بسيح عليه يدنا وسوقد يسر دوك غرك صوماليا دي النساء وحمد الله وذاك الدولة معلومات اللي جهة لي مدحونا الجمهورية الفدرالكا هاي صوماليا وكيث كانوا أركين وياش نقول للدولة يلي بغارجيو هاتن باللابي إنو توسوسو فرقل إيو تلابوين دورة ومدحونا حاسا الشر وغاضي أيان إيسو باين دولة قد بدا كانوا داود ومتان وحاكم من دغون دولة في الله صوماليا ونا بركتو بشكل يقوح إليت كسما سي هنو بانا سعدية سمطر ودوكو حيانك قلع شعب كبار لباك صوماليا وقولوا ليني سي شرعيه كبحسن دين تينا صوبان إسلام كي يدغن كصوماليا يقول من اللي ماذا هدبو بحاك جرين في الله صوماليا اي قاضي طلاب الدولة يو إن حلك الدردق اللي بغاضو هنو بانا سعدية سمطر وفضي حدوثو جدي دولة مدحبين حاسا شيخ محمود برغبرايت كان ايالي دي كوبوسو قدين دولا باب الحوب لو كبل لاوضي بذهم دحتويدا صوماليا يسع دياسة مطر وسوين وغن حضي طلابة يقادم دحتويدا صوماليا ورك انا كلاوي حاكمي دنغولي يبنكي قادون كوشاعة كغادو ورفر حدنا وكساب سنغالاء صوماليا يمدحوناها مامو كجل مدوك احمد غورغور او لبو ايديين ووهي ليا الشباب كدبها كتكو يماديها وقلادي كسعودي قبلادي قلقدودي يمدك يا صوماليا ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون حساكي كوبي اللعبة نابرا مقريت كينا حقلة مفلانا ولقيها لي مدحبناها جمهورية فدرالكا هاي سوماليا مدانا حاسا الشيخ محمود او توسو فرقلي باريتانكا وركي هوتل فيلا رويس اي مقالة المقدشو باريتان علوسا يعلا باللعبي كواس وكسابسان وركي هوتل كوكوني وحرمتا مدحتويدا قرانكا اموكويا لبا هندابك مدحتويدا كان عاي هورانتا تدبات كان كدبا مركي حالدو او سوف رجلي مدحبناها جمهورية فدرالكا هاي سوماليا مدانا حاسا الشيخ محمود وركان او اها مد انان هوران لو ارق قوفت او كدعي يقابك اللو فليي ايا اللو اركا ايني تاي هنس امني اسلام مركا سنة لدون اي قرشو شرغول اه او اللو بدلو مدحضا بوصو ريسي غرانكا وحانا او فشل كوي هاي هي ده امنيجا دولة فيدرالكا اي صوماليا وابوه رسو هي ده انه بسو قد يسر دوكا غرانكا صوماليات اي النساء تاسيو كنتي إن مدحونها جمهورية فدرالكا هاي صوماليا مدانا حاسا الشيخ محمود السويرو تلياش عيدا مدى إسلام مركزين أكد البضفة فاهين رزميا أرين تانا إياتي ما ذيك دمركي مدحونها جمهورية فدرالكا هاي صوماليا مدانا حاسا الشيخ محمود اللوسو قبي باريتان آناندا من السرنين أو كذيما ذيه يادة سردوك غرانكا أرين مها سؤالها إكتاقيهين ايا اه سيدا يكون عضي ان هي هادا سردوك ايانا بسويدة غرانكا اي كوار هيلي ويسو كنور تيجي ويسو ووارر كان كدعاي ميل انا نكفوغين بولي قامد حبينا حاسا الشيخ محمود ايو حرونتا هي هادا نبسويدة يسردوك غرانكا نسا اي قيبتو قبل كبلادر حقتا ايو هلا ياشيك يسو ان مدحبينا حاسا الشيخ محمود وامري واربحين تان ان لصودا ميسرو ايو ولبا ان لصو بندقو سيدا اي وحود عين عيد مسؤوليات قادتا اما مسؤوليات دوشة تارستا تاسي او سوك يسو هادا نبسويدة يسر دوك غارة كسو ماليدة نسا ان اي جواب بميستران اي بحيسو وحانو كل مدان وشيكين اي كغيب قلين تان ياشي عيدا مضي لانادا مدحتو يدا تان ياعيدا كبوليس كسو ماليا اجازينا يادا نبسويدة يسر دوك غارة كسو ماليدة نسا وحانان كاسي مدحوين حاسا الشيخ وسوين وقو عنانتي ماد محامة سلادة اجازينا يادا يسر دوك سوماليا ورك يا شيخ يو انت اللعبة لك قادي دولو سراكيل يو لب عيدام الله هستو قرح يو هوتل رئيس يو او هاتن حريهين عيدام كميدا كوي قابل سنا براها كنترول اي لقيل عليو مدح تويدا سوماليا هوتل كفيلا رئيس وحوكويا لا ميلودو فيلا سوماليا او امني يدو اغ نوسوكو وحانا اي ودو البا او سوكشو كنترول كاسي امني يدو سوكو عيدام كلا دوانو يسوكو جيرا كوي كون في عستا يو عيدام دا ee nabasugida iyo sardowka qaranka iyadoo oo su'aal weyn ka taagantahay sida ay ku soo raagashay iyadoo dhamaan ciidamada halkaas ay joogan in checkpoint-ka si sahlan loo gudbo
ورر الهيلة يو ايا شيقي يو مدهوين حسن شب محمود تلابة او قاضي اي امو غطو ان او جوابو كغبو حين ايو ورر كان لغوف السري اسلام مركا سنا دد بضان اي غبان انو ياي شغول الدون اي ان اساق لغو غارجيو ان او جوابو كغبو حين ايو مدهوين جمهوريت فدرالكا اي صومار يو مدهوين حسن شب محمود ايا سيبوين كغبو الوالسان اي امني قمد احتويدا صومار يا اساق او اللحب لود جوغو ان مدحتويدا لغو غارجو مدهوين ايا شكي ايو هماك ween abuurtay waxaana dad badan ay qabaan inuu horay yahay war uu horo sheegay agaasmiye hore ee hadan uu soo gudbiyay sirdoonka qaran ka Soomaaliyeed ee Nisa faajisina haaji daayir kaas uu ku qotomay in shakhsiga haatan agaasmiye hadda sirdoonka loo magacaabay inuu si weyn u kaga naxay isla markaasina uu ku hayay cadeymo la xiriira inuu shabaab u shaqeeyo waa mahadsanade jinsa kala tana daawad iyo aanu fiirno filla Soomaaliya ayaa dabar jabintii ugu xumeed ku sameysay xildhibaana Sacadiye Samatar oo ah gudoomiyaha heerka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanadan oo dhawaan la soo shirtagtay ee sharci si weyn kaga qeybsiyay guud ahaan shucuubta Soomaaliyeed isla markaasina u heelinayo kooxaha isku galmooda ee qoomuludka la yiraahdo ayaa haatan waxa bilaawday ee qorsho ku aadan in xilka iyada laga xayoobinayo wararka la helayo ayaa sheegayo in daban siyaasadeedka ugu xumaa loo dhigay xildhibaane Sacadiye Samatar oo haatan la doonayo in xilka laga qaado xogsi hoose ee aynu u ogaanay ayaa tilmaamayo in muushin la abaabulayo lana doonayo in horgeeyo baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya taasi oo laga yaabo in xilka looga qaado gudoomiyaha xeerka koowaad ee golaha shacabka Marwa Sacadiye Samatar muushinkan ayaa waxaa la sheegay in Sacadiye Samatar ay kala kulmayso qaar kamid ah xildhibaanada da saaxiibada la ahaa iyo kuwa ku jiro taageerayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo oo dabeena siyaasadeedna ay ku jiraan wararka waxa ay sidoo kale sheegayaan in wasiirka haweenka Soomaaliya Qadiija Deeriye ay doonayso marka xilka laga tooro Sacadiye Samatar ay booska ku jiro kooxaha koowaad ee golaha shacabka ee raasato Qadiija Deeriye ayaa waxay ka mid tahay shakhsiyaadkii u tartamay xilkaasi oo ay haatan ku fadhido Sacadiye Samatar siyaasadu marka la joogo saaxiib joogta ah ma laha baase waa mid dan joogta ah yelata waxaan haatan u muuqataa in kooxdii u horreysay dibnul jadiid ay doonayaan inay kursiga ka tuuraan xogtan ayaa tilmaamaysa in Sacadiye ay haatan abaabulayso saaxiibo cusub oo baarlamaanka ah si ay u difaacaan haddii muushika laga keeno uu baarlamaanku yimaado gudoomiye Sacadiye oo deegaan ahaan kasoo jeeda Puntland ayaa hadda wajahayso daliil xoog leh oo ku saabsan shirciga jinsiga oo ay ku dhaaratay in baarlamaanku horgeyn doonto oo ay meel marin doonto ama ay xamar isaga tagi doonto haddii guuldarro ay la kulanto lama yaqaan ilaa ay xilligan mashruucaan sharciga jinsiga cidda gadaal ka riixayso xilli ee qodobada qaar ee ku jira laga digayo in dhaqanka iyo diinteena suuban islaamka uu ka hor imaanayo iyada oo dowladdii hore nabadda nolol ay hor istaagtay sharcigaasi ee jinsiga ee baarlamaanka naqdiyay ugu dambeyntii wararka ka imaanaya magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda deegaanada maamulka Galmudug ayaa ku waramayo in halkaas uu ka istaagay dhaqdhaqaaqii taageerida howlgalka ka dhanaa ururka Shabaab way wayidii ugu dambeeyay ka socday deegaanada maamulka Galmudug. Macluumaadkan ayaa tilmaamaya in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug oo ku sugnaa wayidii ugu dambeeyay madaxtooyada Galmudug isla markaasna ka arinsanayay dagaalka looga soo horjeeda Al-Shabaab ayaa la wareenayaa inay si weyn isugu fahmi waayeen dagaalka Galmudug lagu xoreenayo. Macluumaadkan ayaa sheegaya in arrintan ay sababtay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugnaa deegaanada Wabxo iyo deegaano kale oo ka mid ah gobolada Galmudug ee ay muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab in ay dib ay kaga soo gurtaan halkaasi. Macluumaadka ayaa tilmaamaya in arrintan ay salka ku hayso in siyaasiyiinta ugu sarsareysa maamulka Galmudug ee taageerin lahaa ciidamada furmaha ku dhiirigelin lahaa ay si weyn isugu khilaafeen ajandaha dagaalka xoreynta Ceelbuur. waxaana macluumaadku ay sheegayaan in madaxweynaha Galmudug uu diiday soo jeedin kaga timaada siyaasiyiintaas oo ku saabsaneed in lug lagu galo Ceelbuur, isagoo madaxweynaha Galmudugna doonayo in Ceelbuur loo galo si lamid a sidii loo galay masaajidda Cali Guduud oo duqeymo lagu galo. arrintan ayaa sidoo kale waxay banaanka keenaysaa kala qaybsanaantan ka dhex timaaday maamulka Galmudug iyo siyaasiyiinta beesha Habargidiir ee hakisay dagaalka lagula jira Al-Shabaab inay tahay mid lagu macneyn karo inay garab u fidinayaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab maadaama qorshihii xoogganaa ee maamulka gobollada dhexe
حكا سعودي مرغورة وزميلة هذي وذا ما داو ذي يلتا سياكو سامير يا برامبرات هتكلا سعطور باينتا سوماليوين تاني وكلاتي دمنا تكريم